الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. شبح الضرائب لا يزال يلاحق النجم ليونيل ميسي، والمثول أمام القضاء مشهد لم يعتده عشاق الأرجنتيني. نجم برشلونة دفع 5 ملايين يورو لمصلحة الضرائب في إسبانيا بعد إخفائه أرباحا طائلة حققها نتيجة العائدات الإعلانية بحسب البيان القضائي. 17 من الشهر الحالي موعد الاستماع لشهادة ميسي ووالده في المحكمة، لكن محامي الرجلين طلب تأجيل بسبب انشغالهما في اليوم المذكور. معلومات تشير إلى تحمل خورخي ميسي كامل المسؤولية بهدف تبرئة نجله وتلميع صورته. قطعة برجر مقابل الاستغناء عن قميص الويلزي جارث بيل، فكرة ابتكرها أحد المطاعم لتنفيس غضب الجماهير. فكرة بسيطة تدعو جماهير توتنهام إلى استبدال قميص بيل بقطعة همبرجر مجانا، عرض قدمه مطعم ذا دينر اللندني بعد رحيل نجمهم الأول إلى ريال مدريد الإسباني وخداع النادي الملكي لهم وبيع الألماني مسعود أوزيل إلى نادي أرسنال الغريم. فهل يتنازل معجبو الويلزي عن قميص يبلغ سعره 60 يورو مقابل قطعة برجر؟ ريال مدريد رفض ضم النجم البرازيلي نيمار لئلا يدفع 60,000 دولار، واستضافة أولمبياد 2022 وشغب الملاعب في إنجلترا كلها أمور وردت اليوم في عناوين الصحف الغربية. جولة سريعة على تفاصيلها مع عبير الزوادي. شكرا لك أماني، السلام عليكم. صحيفة آس الإسبانية كشفت نيمار كان في ريال مدريد عام 2006، وهذه هي بطاقته في 14 من عمره وهي مسجلة في اتحاد كرة القدم في مدريد، لكن ما سبب عدم بقاء اللاعب في الميرينجي؟ الصحيفة أوردت أن المدير العام للنادي أنذاك كارلوس مارتينيز رفض دفع 60,000 يورو للاعب يافع لم يبلغ 15 عاما. ننتقل إلى صحيفة ماركا والتي اهتمت بنجوم إسبانيا وبدعمهم لملف استضافة بلادهم الألعاب الأولمبية، عنونت مسرور بدعم لمدريد 2020. نجم الملاعب التنس رافائيل نادال سعيد بالذهاب إلى بوينس آيرس للدفاع عن مشاركة بلاده. حديثه جاء قبل خوضه نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في نيويورك. نادال أكد أن إسبانيا هو البلد الوحيد القادر على استضافة تظاهرات كهذه. ننتقل من إسبانيا إلى بريطانيا والديلي ميل. تقول إنجلترا تخطط للظفر بمونديال قطر 2020. الرئيس الجديد للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هدفه الفوز بكأس العالم، ويقول للأندية الكبيرة توقفي عن إبعاد اللاعبين المحليين. غريغ ديك حدد أهدافا لم يتحدث عنها الإنجليز من قبل، وربط عامل توظيف اللاعبين في البريمير ليج بنيل كأس العالم 2022، ودعا إلى رفع نسبة وجود اللاعبين الإنجليز مقارنة باللاعبين الأجانب الذين يتفوقون عليهم بمراحل. نبقى مع الديلي ميل، كذلك عنونت ليلة عار أخرى تضاف لكرة القدم الإنجليزية، عشرات المشجعين اعتقلوا وثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح خلال أعمال عنف في البريستول. استدعيت الشرطة لإنقاذ الموقف في ملعب أشتون. شجار واسع دار خلال احتفالات مشجعي بريستول سيتي بفوز فريقهم على غريمه بريستول روفرز، مباراة جمعت الفريقين بعد 7 سنوات. ننتقل إلى صحفنا العربية والتي اهتمت بحضور الرياضيين القطريين في رالي لبنان الدولي 36، مؤشر وقالت أنه مؤشر جيد لعودة الرياضيين الخليجيين إلى بلاد الأرز. العرب القطرية اهتمت بمنافسة أبناء بلادها في الجولة 4 من بطولة الشرق الأوسط، وقد عنونت وسط توقعات بمنافسات شرسة أبطال قطر على خط المواجهة اليوم في رالي لبنان. 3 من أبطال قطر الكبار يتقدمهم ناصر العطية يتطلعون لاقتناص اللقب. العطية يسعى إلى ضرب عصفور بحجر واحد، أولهما إحراز أول ألقابه لهذا الرالي، وثانيهما حصد نقاطه من أجل توسيع الفارق لحسم اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية جولتنا، ونعود وإياكم لاستكمال بقية النشرة. شكرا لك يا عبير. منتخبان عربيان ضمنا مواصلة السعي نحو مونديال البرازيل في التصفيات الأفريقية. منتخبا مصر والجزائر بلغا المرحلة النهائية، وأمال عريضة لتونس وليبيا في اللحاق بمن سبقهما، وخطر الإقصاء يتهدد الكاميرون مرة أخرى. يطمح الفراعنة إلى تحسين تصنيفهم العالمي في الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية.
بوب برادلي ولاعبه سيواجهون منتخب غينيا في ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعدما توسط وزير الرياضة طاهر أبو زيد لدى وزيري الداخلية والدفاع لنيل موافقة أمنية وخوض اللقاء. الأجواء السياسية حضرت في تمارين المنتخب المصري وكادت الأمور تخرج عن السيطرة، لكن المدرب الأمريكي منع الكلام في السياسة على جميع اللاعبين وهدد باستبعادهم، وسيريح برادلي، محمد ناجي جدو وحسني عبد ربه. منتخب ثعالب الصحراء يمر بفترة ممتازة وبات يمتلك ترسانة كبيرة من المحترفين في أوروبا، لكن المعضلة التي تواجه البوسني أن غالبية نجومه يعانون نقصا في التنافسية من جراء عدم مشاركتهم مع أنديتهم. نصور قرطاج يلعبون بأفضلية التعادل أو الفوز على الرأس الأخضر في رادس لبلوغ الدور الحاسم. المباراة مصيرية للمنتخب ومدربه نبيل معلول الذي سيتخلى عن منصبه إذا أخفق في الوصول إلى المرحلة الأخيرة. فرسان المتوسط يحلمون بدحر أعباء بلادهم الأمنية وإقصاء مضيفهم الكاميروني في يوندي. الفوز وحده ينقل الليبيين إلى الدور الختامي للتصفيات. منتخب أسود الأطلس سيسدل الستارة على فترة رشيد الطاوسي، حيث يخوض تحت قيادته مباراة في أبيجان بمواجهة نظيره العاجي الضامن وصوله إلى الدور المقبل. المفاجأة الوحيدة التي قد تشهدها التصفيات وصول منتخب إثيوبيا إلى المرحلة الحاسمة على حساب جنوب أفريقيا. أطول دوري في تاريخ العالم اختتم بسلام في العراق، فاز الشرطة بثلاثية على الطلبة واستعاد اللقب بعد غياب دام 15 عاما. فبعدما توقفت المباريات أكثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية والتفجيرات، أقيمت مباريات الأسبوع الأخير من دوري النخبة العراقي. المجريات شهدت منافسة ضارية. الوصيف أربيل كان يعول على هدية من الطلبة لأن فوزه على الشرطة سيضمن له البقاء في دوري الأضواء. فاز أربيل على النجف واجتاز الجو منافسه المصافي، لكن الشرطة سحق غريمه الجماهيري بثلاثية، خسارة لم تؤدي إلى سقوط الطلبة لأن منافسه الكهرباء سقط بخمسة أهداف لاثنين أمام زاخو. أعلنها صراحة القطري ناصر العطية، هدفي هو الفوز برالي لبنان لأول مرة. الألقاب الثمانية لناصر بن صالح العطية في بطولة الشرق الأوسط للراليات افتقدت جميعها الوقوف على منصة التتويج في رالي لبنان. لقب الرالي الجبلي حلقة ناقصة في مسيرة بطل قطري عالمي هو أول عربي يحرز رالي دكار عام 2011. أنا أعتقد أنها راح تكون في مفاجآت كثيرة، لكن طبعا الحين الأمور تغيرت كليا أنه هو هدفنا الفوز بهذا الرالي. أفلت الفوز من سائق فورد العالمي عام 2011 برغم إحرازه 9 مراحل خاصة من أصل 12، ولا تزال أرقامه فيها صامدة، لكنه غاب عن النسخة الماضية لدواع أمنية. تابع الأحداث يعني ما راح تجي لبنان كليا يعني، ورالي لبنان يعني الحمد لله يعني في أسوأ الظروف ولا أحسن الظروف يعني هو دائما ناجح بأعلى المستوى. العطية بطل يعشق التحديات ويحارب على جبهات مختلفة بين الرماية والراليات الصحراوية وبطولتي العالم للراليات والشرق الأوسط. 2013 يعني راح تكون مشاركات عادية، 2014 هي راح يكون فيها عليها التركيز الأكبر ولتجهيز أولمبياد 2016 اللي بالبرازيل إن شاء الله. لا يخفى على أحد أن المنافسة ستكون بين العطية واللبناني روجيف غالي، حامل اللقب 10 مرات غاب عن المؤتمر الصحفي قبل ساعات من انطلاق المرحلة الاستعراضية في وسط العاصمة بيروت. كل اللي بيعرفوا أنه ناصر عنده سيارة مصنع لأنه هني قطر سبونسر لفورد، بقوله ماني أكيد بس بقوله شوي صغيرة أحسن من سيارة روجي، بس ما بعتقد هالفرق بهالسيارات رح يعمل هالفرق كتير. روجي عنده خبرة موجودة كتير هوني، ربحان على نفس السيارة روجي هديك السنة، بقى بعتقد روجي أكثر مرة بحياته رح يكون جاهز لرالي لبنان. قد تكون نقطة ضعف العطية الأراضي الأسفلتية، لكن خوضه رالي ألمانيا الأخير في بطولة العالم وتجاربه في فرنسا تضعانه على رأس المرشحين لكسر هيمنة روجيف غالي وإحراز اللقب القيم الذي ينقص خزائنه.
إلى أخبار العالم الكرة الصفراء، لا يزال رافائيل نادال عازما على العودة إلى صدارة التصنيف العالمي والتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أكبر دليل على ذلك. نجم الإسباني تأهل إلى المربع الذهبي بعدما سحق مواطنه تومي روبريدو بثلاث مجموعات نظيفة. الماتادور سيواجه في الدور المقبل ريشار جاسكيل فائز على ديفيد فرار بصعوبة بثلاث مجموعات لاثنتين. تأهل إلى نصف نهائي بطولة كبرى هو الثاني في مسيرة اللاعب الفرنسي. ولدى السيدات لم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا أي صعوبة في حجز بطاقة التأهل بعد فوزها على سلوفاكيا دانيلا هانتوتشوفا بمجموعتين نظيفتين. بالنتيجة نفسها حسمت فلافيا بينيتا المواجهة الإيطالية الخالصة أمام روبرتا فينشي بمجموعتين من دون رد. يوسين بولت أسرع رجل في العالم سيضع حدا لمسيرته بعد أولمبياد ريو دي جانيرو. بعد هيمنته على سباقي 100 و200 متر، يسعى بولت إلى استكمال تألقه حتى عام 2016 موعد الألعاب الأولمبية في البرازيل، وفي حال المحافظة على المركز الأول سيعتزل في القمة. العداء الجامايكي اعترف بشعوره بالإرهاق بعد انتهاء بطولة العالم لألعاب القوى. حامل ذهب الأولمبياد أكد أنه يخضع دوما للفحوص من قبل الوكالة العالمية المناهضة للمنشطات والاتحاد الدولي لألعاب القوى. كلام السهم الجامايكي جاء في العاصمة بروكسل قبل ساعات على انطلاق المرحلة الأخيرة من الدور الماسي. بهذا الخبر ننهي الرياضية المفصلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.